مش قلت لك بيتزا اسرع؟ بيتزا ايه يا عم انت؟ مطالب سوشي كده كده شويه هيك على طول. طب امسك 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 الحته دي لحد ما السوشي يجي. ما باكلش بيتزا يا عم ما باكلش. وبعدين دي مارجريتا ببلاش. انت حر. او السوشي بس. او السوشي بس. بقول لك ايه؟ 300 محلويه قبل من دول كده ليه؟ ما تجيب 300 جنيه. ما انت جيبك مليان فلوس قد كده، وبعدين انت مش لسه بايع الذهب اللي انت علقته من الولايه اياها؟ ده احنا جبنا نقطه. انا كنت اخد منك 300 جنيه تمن الاكل، ما انت ممكن بديك فلوس قد كده. مين فينا اللي بينقي دلوقتي؟ يا شيخه. خش يا ابني انت واشوفوا ليه جوه. لا يروحوا فين؟ يروحوا فين يا فندم؟ واضح يا فندم حضرتك انك فاهم الموضوع غلط يعني. انا خالد الليث يا فندم، لا ليا في السياسه ولا ليا في الدين، يعني ليا في اي حاجه شمالك، الحاجات دي ماليش فيها. تمام. يعني يا فندم دي ازاز خمره، تقدر تلاقي حشيش، الواد ده مثلا كان بيشم بس من شويه بودره. بس يا ابني الله يخرب بيتي. ايه ما بس؟ الباشا حبيبي، انا الباشا اللي باجي عند حضرتك يعني اعمل محاضره واتنزل عنها، فاكرني اكيد يا باشا. فين الدهب يا ابني؟ لا دهب ايه؟ دهب ايه يا فندم؟ دهب المسروق يا حبيبي اللي انت عمال تبيع فيه ومتبلغ عنه. لا والله العظيم يا فندم انا ما اعرف حاجه. دهب ايه؟ لا ما اعرفش حاجه من حضرتك بتقوله ده يا فندم. هتعرف كل حاجه في النيابه يا حبيبي، هتعرف كل حاجه في النيابه. النيابه نيابه ايه؟ واضح ان في سوء تفاهم يا فندم حضرتك يعني. الحاجات دي يا باشا. مرين ده بالله مش هتبقى قضيه دهب بس. والله يا باشا الحاجه دي حرزوا له كل حاجه تلاقوها. لا يلا كل حاجه يا فندم، الحاجه دي مش بتاعتي اصلا. تعالوا خدوه. لا يا اخي يا فندم حضرتك فاهم الموضوع غلط. مش عليك الدنيا معكوك على الاخر، قضيه السلاح بيكون ترخيص والدم اللي متبلغ عنه وشويه بلاوي ثانيه كتيره قوي. انا معلش تطبخ يعني سلام على الايقاف غرامه حاجه من الحاجات دي، وانا برضه اللي هعرفك بقى شغلك. انا مش عايز اقول لك ان لقيوا فيديو عندك على الموبايل وانت بتقتل. لا بس ما تسكت بقى. فيديو مش هم والله العظيم. من مش بقول لك معكوكه يا عم؟ معكوكه ايه؟ بقول لك مش انا، ده واحد شبهي والله العظيم. شبهك ازاي؟ دول خدوا الفيديو ودوه الفحص الفني. بس يا سلام اللي طلع الراجل اللي اتقتل ده مات بنفس عيار الطلقات الرشاش اللي بان في الفيديو. طب بس وانا جايبك معايا ولا معاه؟ بس والله انا كان نفسي ابقى معاك يا ليسي بس غصب عني. غصب عنك ايه بس؟ ولا مش هينفع؟ ليه مش هينفع؟ هينفع. عارف الوليه اللي اسمها ملك الجرح؟ احنا نجيب اسمها في التحقيق وبكده الموضوع هيضطر عشان خاطر نديم فخري. ايه وده ينفع كده يا ليسي؟ ينفع. ما ينفعش ليه؟ ده مش بعيد نديم فخري هو اللي يجي يطلعني، انا اشهد عليها جوه وهو يجي يطلعني. ملك الجرح هي اللي قالت لك تقتل؟ ايوه يا فندم هي اللي قالت لي اقتل، والموضوع له علاقه برجل اعمال مهم اللي هي متجوزاه. اللي هو مين؟ نديم فخري. انت عندك دليل على كلامك دوت ولا بتقول اي اسامي عشان تعمل بلبله وتضيع وقت؟ لا يا فندم ده حضرتك انا اللي اعترفت لك ان انا اللي قاتل، بس مش لوحدي. ملك الجرح هي اللي وزتني على كل حاجه. وبعدين حضرتك عايز نص الحقيقه ولا الحقيقه كلها؟ انا بقالي 8 ساعات بسمعك. وانا قلت لحضرتك كل اللي حصل. اظن يا فندم مفيش متهم اسهل مني. يعني انت مش معترف بسرقه الذهب اللي انت بتقول ان الست اديتهم لك بمزاجها، ومعترف انك قتلت؟ ايوه يا فندم، لكن مش لوحدي. زي ما قلت لحضرتك ملك الجرح هي اللي وزتني اعمل كل ده. هاتها واسالها يا فندم، ويا ريت تجيب جوزها نديم فخري كمان وتساله. ممكن سيجارة يا فندم؟ لا. طيب اكتب يا ابني. تسلخ نسخة من التحقيقات وترفق من مذكرتنا وتعرض على معالي المستشار المحامي العام للتفضل سيادته بالنظر والتصرف بشأن ما أثير عن واقعة القتل المشار إليها في اعترافات المتهم. معلش يا فندم ده معناه إيه يعني؟ يعني إحنا هنكمل مع بعض قضية سرقة الذهب والسلاح اللي بدون ترخيص، انما قضيه القتل دي احتمال ترجع للنيابه تاني اللي كانت بتحقق فيها. اتفضل اقعد. شكرا. كان قلبي حاسس ان القضيه دي مش هتفضل ضد مجهول. عايزك بقى تعيد لي كل اللي قلته لاحمد بيه فتحي قبل القضيه دي مستخرج من الحفظ. شوف يا فندم باختصار يعني. لا انا مش عايز باختصار، انا عايزك تحكي لي القصه بالكامل قبل ما نفتح محضر ونخش في سين وجيم. تحت امرك يا فندم. هحكي لحضرتك.